عندك كام لعبة على الموبايل؟ ثلاث ألعاب ببجي وانجري بيرد. انجري بيرد ما بلعبهاش، انا منزلها كده يعني. ثلاث ألعاب بوك الترنيب، بس بلعبها كل يوم تقريبا يعني. بتقضي كام ساعة في اليوم بتلعب؟ لا والله يعني ساعات بتفلح مننا ممكن توصل لها 6 ساعات متواصل يعني. ببجي واكله الجو خالص. مرة 5 ساعات مش هتفرق، ومرة ساعة على حسب اليوم يعني. بلعبها 4-5 ساعات في اليوم يعني. يمكن مثلا اول ما اوصل البيت لحد ما 1-2 بالليل مثلا. رد فعلك ايه لو اهلك قالوا لك سيب اللعب وسيب الموبايل واقعد معانا؟ لا بسيبهم طبعا، اقعد معاهم عادي يعني، لهم حق عليا برضه. لا ده الاسطوانه دي شغاله في البيت على طول يعني 24 ساعة بيقولوا لي كده. سيب التليفون، ذاكر الكلام ده بقى طبعا. بسيبه يعني، بسيبه بس امسكها تاني.